للحديث عن الموازنة العامة في العراق والضرائب التي تنوي الحكومة فرضها، معنا من بغداد الخبير الاقتصادي السيد عمر الحلبوسي. أستاذ عمر، بداية مرحبا بك. ما الداعي، نتساءل، ما هو الداعي لفرض هذه الضرائب الجديدة من قبل الحكومة في العراق على المواطن؟ على أي أساس اتخذت؟ أهلا وسهلا بكم، تحية لكم وللسيدات والسادة المشاهدون الكرام. من المعلوم تماما حقيقة أن هذه الضرائب لا داعي لها لإقرارها، وإنما قامت به هذه الحكومة هي جزء من ملاحقة دخل المواطن العراقي، وهي نستطيع أن نسميها سياسة مد أياديهم بجيوب المواطن العراقي. كما أن هذه الفقرة حقيقة في الموازنة هي مخالفة للدستور العراقي، إذ أن فرض ضرائب يتم بموجب قانون الموازنة، لأن قانون الموازنة هو مؤقت أي سنوي، وهو يتعارض مع نص المادة 28 أولا من الدستور العراقي النافذ، والتي تنص ألا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا تعفى إلا بقانون، وإن الدستور يطلب أن تفرض الضرائب والرسوم بقانون وليس بناء على قانون، إذ تعتبر هذه المادة هي مخالفة دستورية ولا يمكن إقرارها. ولكن يا سيدي الفاضل، تعودنا على هذه الحكومة وعلى هذا البرلمان أن يخرق الدستور الذي توجد فيه كثيرا من الألغام كما توجد في هذه الموازنة، إذ لا داعي لإقرار هذه وأنها جاءت حقيقة لإثقال كاهل المواطن العراقي. يعني المواطن العراقي مثقل من الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار، هناك يعني أزمة فعلية يمر بها العراقيون ستجعلهم ربما يعني غير قادرين بالفعل على دفع هذه الضرائب المرتقبة، لا سيما على الوقود. ولكن نتساءل هنا، أين الفروقات في أسعار النفط؟ يعني هناك أموال فائضة من أسعار النفط يتساءل عنها العراقيون، يعني أين ذهبت؟ لماذا لا يتم يعني استجلاب هذه الأموال، أو على الأقل احتسابها في أي خطة من أجل مصلحة المواطن، وهو مال للشعب ومن حق الشعب؟ يا سيدي الفاضل، أموال أو واردات النفط العراقي يتم حقيقة استنزافها بشكل كبير وخطير جدا عبر مزاد العملة، الذي يخسر العراق سنويا منه أكثر من 6 مليار دولار نتيجة لفرق السعر ما بين السعر الموازي والسعر الحقيقي، فضلا عن عمليات تهريب الدولار التي تتم بشكل يومي وممنهج عبر المصارف الخاصة التابعة لجهات سياسية ومتنفذة. لذلك أموال النفط تبدد بالسرقات والنهب من قبل هذه الحكومة، ولا يتم استخدامها بتوفير خدمات للمواطن العراقي. وكذلك سبق وأن دعا كثير من المختصين هذه الحكومة لاستخدام واردات النفط بتأسيس صناديق سيادية من أجل توفير حقيقة العيش الكريم للمواطن العراقي والتأمين للأجيال القائمة القادمة، لكن هذه الحكومة ضربت هذه النصائح عرض الحائط وأصرت حقيقة على أن تقر موازنة فيها كثير من الأرقام الكبيرة المفخمة والتي يجري من خلالها تبديد أموال الشعب العراقي بالسرقات وافتعال في جميع دول العالم. أستاذ عمر، إذا سمحت لي، في جميع دول العالم لا سيما يعني العالم المتقدم المتطور، يعني يتم أخذ هذه الضرائب من المواطن يقابلها خدمات، يقابلها تنمية، يقابلها منتج، يقابلها يعني زيادة في دخل المواطن كما هو معروف في كثير من دول العالم. في العراق أتعتقد ربما هذه الضرائب التي ستفرض على المواطن ستنعكس بالفائدة على المواطن العراقي وسط اتهامات للأحزاب السياسية بالفساد؟ بالتأكيد لا يا سيد الفاضل، بل أن أموال هذه الضرائب سوف تذهب إلى جيوب السياسيين الذين حقيقة يتلاعبون بقوت المواطن وجعلوا من الاقتصاد العراقي على حافة الهاوية، إذ كيف للحكومة أن تفرض الضرائب على الشعب العراقي وبنفس الوقت تقر فقرة في الموازنة بتوفير 10 مليار دينار عراقي لمكتب رئيس الوزراء من أجل شراء سيارات، فضلا عن ذلك كيف لها
أن تقوم حقيقة بفرض الضرائب على المواطن العراقي وبنفس الوقت تقر فقر في الموازنة هي إسقاط السلف والقروض عن السياسيين والمقاولين المنتفعين من هذه الحكومة. هذا تناقض كبير، كان الأجدر والأولى أن لا تقر هذه الفقرة ولا تفرض الضرائب على المواطن العراقي، بل يتم تقليل النفقات التي تصرف حقيقة إلى الرئاسات الثلاث وإلى المناصب التي تسمى المناصب الخاصة، فضلا على أن تجبى حقيقة أموال القروض والسلف التي أخذها السياسيون وسبق لهم أن أقاموا بها مشاريع خاصة لهم استثمارية داخل العراق أو خارجه أو إنشاء أحزاب وكتل وتمويل أحزاب. يعني كيف للحكومة، يتساءل المواطن العراقي، كيف للحكومة أن تفرض ضرائب جديدة وتشطب بنفس الوقت السلف، تشطب السلف، تشطب الديون المترتبة على السياسيين، تشطب الديون المترتبة على النواب لعدة سنوات مضت. هذه الموازنة بشكلها الحالي إلى أي مدى ستستطيع تحقيق أهدافها في ظل هذه الأساليب التي تستخدم على النقيض سلوكيات لصالح السياسيين ولكن هي ضد المواطن؟ يا سيدي الفاضل، هذه الموازنة لا ولن ولم تستطيع أن تحقق أهدافها إطلاقا، بل هي أساسا خالفت قواعد المالية العامة بإقرار الموازنة والتي تنص على أولا الشمول، ثانيا الوحدة، وثالثا التوازن، ورابعا سنوية الموازنة. إذ كيف لها أن تخالف قواعد المالية العامة وتحقق الأهداف؟ هذه أولا. ثانيا، هناك مفارقتان كبيرة جدا يا سيدي. الموازنة بشكلها القائم حاليا سوف تقود الاقتصاد العراقي إلى الانهيار الكبير في عام 2025. إن هذا الاستنزاف الذي يحدث حاليا لأموال الشعب العراقي فضلا عن تكبيله بالديون الداخلية والخارجية سوف تعجل بهلاك الاقتصاد العراقي ووصولنا إلى مرحلة أسوأ مما وصلت إليه لبنان. والمفارقة الثانية التي يخطط لها البرلمان والحكومة هي تحقيق التعويم الجزئي ومن ثم التهيئة للتعويم الكلي. حقيقة إذا تمت إقرار سوف ينهار الاقتصاد العراقي بشكل كبير حتى قبل حلول عام 2025، إذ لا يمكن لهذه الموازنة أن تحقق أهدافها، وأنما تقوم به الحكومة والبرلمان هي مخالفة لكل القواعد والأعراف الاقتصادية، بل هي جاءت لتحقيق أهداف سياسية والتأجيل حقيقة بهلاك العراق وإيصاله إلى مراحل الاندثار الاقتصادي. من بغداد الخبير الاقتصادي سيد عمر الحلبوسي، شكرا جزيلا لك.